أنا هنا في سوق الحدادين في المدينة القديمة، سوق الحدادين المدينة القديمة، من 64 سنة وأنا في هذا السوق هذا خدام، ولكن جاء قدر الله تبارك وتعالى وجاء الزنزان، حنا مكتفين بقدر الله تبارك وتعالى، وراه ربت لي الحانوت وراني قاعد خدام راه 6 شهور هذه وأنا مريح قاعد ما خدام ما خدام، قال لي جاوبي أعطيني شي حاجة نخدمها لي، تلقى الحانوت رايبة تلقى الحانوت رايبة تلقى الحانوت رايبة وتيمشي في حالته. وانا راه صبحت عاطل راه تنضربوا الدريبه في الزنقه في الشارع. الله يجازيكم بخير ويكثر خيركم، الا كاين شي مساعده راه حنا راه دفعنا كل شيء اللوازم اللي طلبوا منا اللي طلبت منا المديريه دفعناهم، دفعنا الوثائق دفعنا كل شيء وحنا تنتسناو. الله يجازيكم بخير ويكثر خيركم، راه هذا الشيء راه طول بزاف، والله العظيم راه طول بزاف هذا الشيء. الله يجازيكم بخير ويكثر خيركم. انتم درتوا الاجراءات ديال احنا درنا الاجراءات كلها، هي القانونيه كلها هي درناها، قبضنا الشواهد وقبضنا كل شيء ودفعنا داك الشيء الدوسي ديالنا ودفعنا كل شيء وكل شيء دايز. تنتمنى من الله تبارك وتعالى يكمل بخير، والله يهديكم عنا الله يهديكم عنا الله يهديكم عنا. انا راه واحد الحيط ما بيني وبين السيد اللي جاري طاح لي على السلعه وطاح لي على كل شيء، وانا تندير الحداده الفنيه راه كلشي تكرفس ليا، راه الدار 8000 درهم ديال السلعه اللي مشات ليا اللي تكرفسات ليا، وانا صبحت انا قاعد صبحت قاعد تنطلب الله تبارك وتعالى الله يفرج هذا الشيء. هذا هو بيت القصيد، تنطلب الله يهديكم الله يفرج الله يفرج.